Face the People مع بولا يعقوبيان المرشحة عن دائرة بيروت الأولى. بولا يعقوبيان، هاي، كيفك؟ منيحة. شو عاملة؟ شو عملتوا انتو هالثورة؟ خربتوا البلد من سنتين لليوم. ايك الثورة هي ثورة وعي، ما بتشبه اي ثورة تانية، ولا بتشبه اي، يعني بجربوا يعملوا اسقاطات على شيء صعب انك تشبهيه بشيء اخر. ف وفي كثير انه بده يلزقوا قصص بالثوره، المافيا خاصه، هيدي الناس اللي نزلت بالشارع مع بعض من دون زعيم ومن دون قائد، ونزلت بس تقول لهم بكفي بقى النحر اللي عم تنحروا فيه البلد. هيدا شيء كثير مبارك وحلو، وحرام حدا يجي يحط اي لوسه عليه. ثوره كل الناس، بس أهلي انت كمان يؤخذ عليك انه انت ما كنت ثوره، وما كنت قبل انه هالقد مؤيد لثوره، اجت الثوره وبعدين استقلتي، وكانه انه استغليتي هيدا الظرف. قبل الثوره بال 2018 نحن ترشحنا ضد كلهم، يعني كلهم العناوين اللي نزلت بالثوره هي العناوين اللي وضعناها مع الناس، لانه انه هون في خارطه الطريق كيف نطلع من هالنظام الصعب، من هالمنظومة اللي كابسة على كل شيء واللي بتملك كل شيء. اللي صار ب 17 تشرين هو عمل تراكمي سبقه كتير من المحطات، وأول خيمة تركبت هي خيمة تحالف وطني، واللي دعوا لهذه الثورة. نحن قبل ثلاث جماع كنا موجودين بمظاهرة، وقبلها بشهر وقبلها بشهرين كل الوقت كنا عم ننزل. في مومنتوم، في لحظة الناس بتقرر تنزل كلها سوا على الشارع. هيدا ما حدا في قرر امتين وكيف وليش، وكل الحكي السخيف سفرات وغيره، هيدا كله حكي اتهامي من سلطة مفلسة. بس بقلك الناس اللي عملت الثورة، ما حدا عمل الثورة، بس كيف استفدتوا من الثورة؟ ضيعتوها، مش نحن اللي ضيعناها. اليوم كانوا لي حفيلة، هيدي معارضة، هيدي المعارضة اللي فيها إلها كتير اشياء معها وفي اشياء عليها. بس بدي اقول لك، اذا بترجع الى كل الاحاديث كنت عم بحكيها قبل، كنت عم اقول لهم شو ما بنعمل سيكون هنالك عده لوائح. تشتيت الصوت المعارض هو الطريقه الوحيده لتربح السلطه، لذلك ستعمل على تشتيت هذا الصوت المعارض. ليه عم بتربحوها؟ ليه ما توحدتوا؟ ليه ما قدرتوا تعملوا لائحه موحده؟ لانه بدي اقول لك لاخر لحظه، انا سجلت لائحتنا اخر لحظه، اخر لحظه قبل اقفال باب الاقتراع. نفس الشيء بيروت الثاني مع وضح صادق، ابراهيم منيمني، وملحم خلف، اخر لحظه لاخر لحظه ضلوا ناطرين افرقاء بنعتبرهم هول اخوتنا ومعنا. تفاجئنا رغم كل شيء عملناه، رغم كل شيء، بس تنكون لائحه وحده. موضوع الوحده هيدا قضيتي، نحن ام الصبب هالموضوع، لانه اليوم نحن اللي بنربح ومناخد مشروعية، والناس بيزقفونا اللي ضغط على الآخرين. إذا كنا بصورة وبمشهدية واحدة وجامعة، عشان هيك صدقيني ما كان في مطلب، عملنا كل شيء بدكم نعمل، خدوا ما قعدنا بالآخر وما بدهم، بدهم يعملوا لوائح بوجنا. فاللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف بيخبر إشياء غريبة وعجيبة. كان في عندي خيارين، يبفلوا بقول لهم ما بعرف نحن تخلينا استسلمنا، يا بمشي بالمشهدية البشعة الموجودة. قررت انه نكمل كمان مرة جديدة، متكلين على وعي الناس انه هيدي سلطة ما بتشبه اي سلطة تانية، هيدي سلطة خبيثة ماكيافيلية بتعرف كتير منيح تشقف اي معارضة. بس انت يؤخذ عليك، مثل ما شقفوا الثورة شقفوا اليوم اللوائح، شو اللي نفس الشيء. بس في مين عم بقول اليوم انه بولا بدها تستأثر بكل شيء، هي بدها تكون اللائحة، هي بدها تنقي الاسماء، هي اللي بدها تكون بالواجهة، فمشان هيك ما قدرت تتوحد المعارضة. هيدا افتراء وكذب ما بعده كذب. بالعكس اللي عم بياخذوه علي انه ليه ما كنت عم تتدخلي بكل شيردة وواردة. بتعرفي امتين بلشت انا فعلا اتدخل شو عم بيصير؟ اخر يومين، لانه حسيت انه في شيء مش طبيعي، وانه الامور منا بشكل طبيعي عم تفرض بهيدا الشكل. اشخاص واثقين 100% انه هو اللي بيعملوا معركه ينكفئوا ينسحبوا، ما نفهم ليه. ما بدي مين ضغط عليهم، ما بدي فوت بهالطف، في اجهزه، في احزاب، في كل شيء. بس على كل حال مش هيدا المهم، المهم انه نحن كمان اساسي لنا كاحزاب ناشئه او كتنظيمات بعدها مبلشه، نعرف كتير منيح كيف بدنا نشتغل، كيف بدنا نستمر،
نعرف الفرق بين المجموعات وبين بين الناس، مين اللي سهل ترغيبه وترهيبه ومين اللي أصعب بكتير. كمان اكتشفنا أشخاص صلبين جدا، ما في شيء بخوفهم، ما في شيء بيرهبهم. في ست معي بالليحة ما عم صدق انت كيف بعدها قادرة تستمر رغم كل الضغوط والترهيب والترغيب. فلا بقول لك ما حدا يفكر انه هيدي السلطة نايمة ترك المعارضة تقدر تشتغل، لا، في مندسين، في شغل علينا بتشقيفنا بشكل يومي، وما بيربحوا غير هيك وما بيعرفوا اصلا يشتغلوا. بس ما بفتكر انه هن بحاجه كثير يشتغلوا، يعني انتم اوريدي تلقائيا كنتوا كانه ما نكون متفقين. نحن عنا كثير مشاكل ونحن منا جهه وحده، هيدا ما لازم يبسطك، هيدا لازم يزعلك كثير، لانه هيدا البلد ما عم بعطي رياكشن. لا، هيدي صوره بشعه كثير للبلد، لحاله، لاي افق بده يشيلنا شيرلي، اي افق معقول يقوم فينا. فالمصيبه انه اليوم قد ما واحد يقعد يفسر، اول شيء ما فيك تفوتي بتفاصيل نعمل احباط اكثر للناس، ما بدنا هذا الشيء، بالعكس بدنا الناس تامن انه بتسال وبتتابع وبتعرف وبصيروا ما في حدا بيترددوا، ما في حدا عنده ذره عقل الا ما بيطلع فينا وبيقول ما هو مصلحتهم الوحده. اكزاكتلي. فاكيد لازم الناس شوي توثق فينا، ما تركنا شيء بينعمل ما عملناه، ما تركنا شيء بيتقدم ما قدمناه. وصلنا الى هذه النتيجه ايه، لانه ما في شك منظومه كثير قويه وفي اموال عم تنصرف. كمان ما تقولي لي ما نكون شاعرين بكميه المصاري اللي عم تنكب يمين وشمال. طيب وانتم مين عم بيمولكم؟ وين شفتي تمويل؟ بس قولي لي كيف قاعدين تخوضوا انتخابات؟ عم نخوض انتخابات اليوم باللحم الحي. في يعني بالنسبه لي يمكن انا وضعي مختلف، انا زوجي مرتاح، قادرة أكثر شوي أقدر خوض هذه الانتخابات. بس نحن اليوم بعد ما حدا صرف شيء، بعد ما صرفنا شيء غير أنه دفعنا ال 30 مليون، يعني ما نعمل شيء بعد فعلا، بعد ما قربنا. بعدين هنالك هذه المنصات كمان اللي اشتغلت مثل ما اشتغلت، هذه المنصات تعد اليوم بأنها ستكون إلى جانب هذه المعارضة، فالتعويل هو عليها. بس لشيرلي لو اتهامات السفرات والتمويل مضبوطة ما كانوا وحدونا، كانوا حطونا بلوايح. ما في اللي تابع للسفرات هن المرتزقة، أحزاب السلطة معروفين. نحن ما في غير معنا لبنان اللي فعلا يريد أن يعاقب هذه السلطة وبده يصوت مع مشروع في أمل منه بتغيير. إذا رجعنا ردينا هدول الأحزاب التركيبة مثل ما هن، ما تتوقع شيء تنهار، ما توقع شيء تغير لا بحياة أولادك ولا بحياة أولادنا ولا ببلدنا. أوكي. فمشان هيك كانت مسؤولية علينا رغم كل الصعاب إنه نستمر، ما ننسحب وما نعمل مثل غيرنا اللي بنحترمه، اللي قال أنا أمام هيك واقع سوريالي بفل بحترم قراره. نحن قررنا نكمل لأنه لازم نكمل للناس. فاين، شو هو المشروع يلي اليوم بدو يصوتوا له الناس معكم؟ هو مشروع وطن واحد لكل اللبنانيين. يعني تعي تطلعي بهيدي السلطة كيف بتفرز العالم. ما لحفت ليك بالديتايات صغيرة، بتمنى أنه تفندوا برنامجنا الاقتصادي الاجتماعي، كيفية الخروج من الأزمة، رؤية تحالف وطني لخطة التعافي، ورحنا قدمنا قوانين تفصيلية. بدي أخذك على الصورة الكبيرة اللي بيقدر يفهمها اليوم أي شخص عم يحضرنا. عندك سلطة تعمل على فرز اللبنانيين وكل واحد يرجع يقول لجماعته رجعوني على البرلمان لأن أنا ما خصني، وهيديك الآخر بنبقى نشوف شو بنعمل فيه. هيدي اللعبة الدايرة بالبلد. نحن عم نجي نقول لهم للناس نحن شعب واحد بيتقاسم نفس المصير، نحن اللبنانيين مع بعض عم ندفع الثمن الغالي كلنا سوا. روحوا كلكم صوتوا ضدهم وصوتوا مع مشروع وحدة لبنان ومصلحته المشتركة. مصلحتنا معروفة وين، يعني بدك عايزة فعلا أقول لك إنه لازم نعمل معمل كهرباء مع تمديدات مضبوطة وإنه بلد ما في يعيش بلا كهرباء؟ عايزة أقول لك إنه نحن تركونا بنعرف نلم زبالتنا؟ شو بدي أقول لك؟ ما في شيء أحلى شيء هو المنظرين اللي بيجوا بيصيروا يقولوا لك الرؤية والبرنامج مهم جدا، ويا ريت كل واحد بفوت بتفاصيله، بس برنامج شو عم تحكيني ببلد ما في شيء؟ طيب كثير منيح، انت هاجموك لانك امراه، لانك نجحتي، لانك قدرت تشتغلي، طيب كيف عم تحكينا بكل هول وبعد عندك امل وانت بحد ذاتك كا من هالنوع؟ ايه بعرف، بس بتعرفي هاجموني واللي عملوه ما خلوا ولا بقوا. اليوم اطلعي اهل منطقتي
شو عم بيعطونا بالإحصاءات وكيف وين الناس ووين هجماتهم بطلوا يصدقون. هل قد واسقة انه ما بقى يصدقوا انه الناس عن جد ما بقى تتأثر؟ الهجمات اللي عملوها علي بمحل ما بالآخر طلعت فادتني، لأنه الناس عم بتشوف شغل، عم بتشوف كونسيستنسي، عم تشوف موقف واحد مستمر كل الوقت، كل شيء قصقصوا فيديوهات ليفرجوا تناقضات، بالآخر الناس عم بتشوف. 4 سنين ما غلطت بحق العالم ولا بمصلحتهم، فالناس مش هالقد عميان، بعدين شافوهم إلهم، شافوا هول اللي عاملين ذباب الكتروني وجيوش الكترونيه علي، ما شافوهم شو عم بيعملوا، شافوهم وين اخذونا. يعني عندك ثقه انه الناس عن جد شايفين وقادرين يقرروا وقادرين انه ياخذوا فينا نقول قرار حر بهذا الاطار؟ معنا شهر نرجع نعمل ثوره وعي ونقول لهم الثوره بصناديق، بمعنى من تحت الارض لازم تطلعوا لو بدكم تصوتوا للدبان الازرق، لو بدكم تصوتوا لشو بيقولوا القرود عرفت شو، لو بدكم تصوتوا لشو ما كان، اوعى تقعدوا ببيتكم، اوعى تحطوا ورقه بيضاء، صوتوا ضدهم، هيدا التصويت العقابي الوحيد هو التصويت ضدهم. القعده بالبيت ما بتعاقبهم، حتى حزبك اذا بتحبه روح صوت ضده ليحسن ادائه ويحترم انه في شعب بيعرف حقوقه عنده صوت وبيصرخ. لا، البلاد اللي عندها صناديق اقتراع وعندها انتخابات على كل علات القانون، هيدي بلاد فيها تحسن، فيها تحسن كتير بالسياسة وبحياة الناس، لأنه عندها قدرة المحاسبة الشعبية بالصناديق. نحن لا عنا قضاء ولا عنا أجهزة، عنا أجهزة علينا وقضاء بيقضي علينا، فأقل شيء نحافظ على المحاسبة الشعبية وما نتخلى عن هيدا السلاح اللي بايد الناس صوتها. ان شاء الله عن جد يكون هيدا التفاؤل اللي عم تحكي فيه فعليا انه يترجم بكره بصناديق الاقتراع. بس اليوم في كتير ناس تتساءل بتقول مثلا ليه ما قدرت تتحالفي مع الكتائب مع انك قريبه من سامي جميل مثلا، كنت اشتغلنا بالبرلمان على اكثر اشتغلتوا سوا. ليك بدي اقول لك، نحن اليوم اخذنا قرار تشاركي ما بين هذه المجموعات انه ما نتحالف مع اي حزب تقليدي وما نتحالف مع وراثة سياسية. رجعتوا حسبتون لانه حزب تقليدي بالاخر؟ لا مش حسبناهم، ما في شك تعاملتوا معهم على هذا الاساس. ما في شك انه الكتائب قاموا بخطوات كثير متقدمه واستقالوا وعملوا كثير اشياء يعني جيده جدا، وبالعكس بنحييهم عليها ونتمنى نرجع نشتغل مع بعض بالبرلمان. ما عندك بعد 15 ايار كمان جاي ايام وما بتخلص الدنيا، ممكن نرجع كمان اللي بيبقى على موقفه نشتغل معه ونكمل نشتغل مع بعض. احنا بدنا نوسع الدائرة اللي ممكن نشتغل مع بعض. انا رأيي كابولا يعقوبيان كان لازم نكون عنا اوسع جبهة معارضة، نضم الكل من اليمين الى اليسار ونعمل 15 دائرة مشروع واحد لكل اللبنانيين وننزل بهيك شكل انتخابات. بالنهاية القرار اتخذ بالتصويت، لما نحن نصوت ونمشي بنمشي حسب ما صوتنا، لو كان كل واحد عنده رأي وفكرة معنا. يعني ممكن ترجعوا تتعاونوا لما تصيروا بكرة بالبرلمان؟ أكيد رح نرجع نتعاون، مش بس معهم، أي نايب بيبقى موقفه وشعاراته الانتخابية بيحملها بعد الانتخابات بنهار بيكمل فيها فعلا بيعمل مصلحة الناس، نحن أكيد بدنا نتعاون معه. أنت شايفي صوري مع كل هول الجامعات السياسية، هيدول كل اللقاءات بإطار شو لقاءات اجتماعية، هيدي لقاءات كن عم بقنعهم بقانون، عم بطلب منهم انه يمشوا بتصويت باتجاه معين، عم طالبهم بتدقيق جنائي ينضموا مثلا الي لجنه تحقيق جنائي. طبعا لجنه تحقيق برلمانيه، انت ذكرتيني لان في قبل شوي لجنه تحقيق برلمانيه بموضوع الكهرباء، كنت كل مشروع بمحرقه بيروت برمت فيه عند الكل. ليه ما وقفت مع التيار بالتدقيق الجنائي وليه ما نسمعك بتجاهر ضد رياض سلامه مثلا؟ وقفت الى يمين، وقفت أكثر من التيار مع موضوع التدقيق الجنائي، مع أنه هني بيستعملوه بالسياسة. نحن فعلاً بدنا تدقيق جنائي، وبدنا الناس تعرف أنه اللي منقوله عن هذه الطبقة هي ارتكابات حقيقية ونفرجيها بتدقيق محاسبة جنائي. أنا مقدمة سؤال بهذا المجال، سؤال نيابي، ولحد اليوم طبعاً ما أجى الجواب، وما بعرف يعني كم مرة زي إنه كل ما بدي أطلع لازم أحكي عن رياض سلامة ودوره القذر بوصول البلد إلى هون، يمكن شي 50,000 مرة بكل المقابلات عن البونزي المالي والسياسي. ومش بعد ما هرت الأمور، حتى قبل كنا نحكي إنه هذا الموضوع ما في يستمر،
بالانتخابات 2018 كنت عم بقول لهم للناس رايحين الى انهيار. شو يعني رايحين الى انهيار؟ يعني سياستهم مضبوطة. بس الفكرة هي انه التيار الوطني الحر بده يقوس بملفات معينة بيعتبر بيصيب فيها الاخر، وهذا الاخر بيقوس عليه بالملفات الثانية. انا مع تدقيق جنائي مش بس بمصرف لبنان، اكيد لازم يبلش مصرف لبنان، بس ان يستمر في كل الادارات بالادارات. طيب انا مع محاسبه ولجنه تحقيق برلمانيه بكل القطاعات الفارطه واللي هي لعنه من اللعنات اللي بدهم، بس شو لقطين على خصمه. نحن عم نقول ما هيدول سلطه واحده. دخلك ليه ما حدا منهم يجيب سيره التوظيف العشوائي اللي خرب الدنيا؟ بتعرفي ليه؟ لانه كلهم وظفوا مع بعض، بنقوا الملفات اللي فيهم يصيبوا بعض فيها مش دفنينه سوا، وبصيروا يتراشقوا فيها، وبتصير هالناس يا حرام مصدقه انه هيدا الفريق المنيح بده تدقيق، وهيداك يا حرام هيداك الفريق العظيم بده سياده، هيداك بده يشيل السلاح، وهيدا مدري شو اسوأ من بعض، ربليكا عن بعض. هيدي احزاب التركيبه مثل بعض، في حدا اذكى شوي بالبروباغندا اشطر شوي، وفي الثاني تعتي هيدول بنعرفهم. بس انتو شو عملتوا لبيروت؟ أنا كابولا يا أوبيان أو أيه. كتحالف وطني كتحالف وطني وأنت كابولا. خليني أقول لك شو عملت لبيروت. أنا ترشحت بال 2018، نظفت طرشت اشتغلت على تحسين. بس هي مانها شغلة النايب. لا أكيد مش شغلة النايب. قبل أوانين شو عملت لبيروت؟ قدي معك وقت لأن أنا مقدمة 62 قانون مثلا، مقدمة قوانين لها علاقة بالنفايات بالفرز بال ما تركت شيء. هيدا قصدي انه لحالكم ما بتقدروا تعملوا شيء. هلا حتى اذا خرقتوا. خليني اقول لك شو عملت مع بلديه بيروت. بكل افتخار وقفت لهم محرقه كانت حتقتل اللبنانيين اكثر وتعمل كانسر اكثر. بكل افتخار طلعت عند غادة عون قدمت دعوه ادعاء شخصي ضد داني خوري والمستشار تبعه الاستشاري اللي ابن عمه ومجلس المئة والاعمار بموضوع الزباله. هلا بتقولي لي ليش حطته بالجرور؟ حطته بالجرور، كلنا بنعرف ليه. طيب بس لانك سالتيني شو عملت لبيروت مضطره تخليني جاوب، والا بطلع كاني بس عملت اكيد هيك. بموضوع الاسبستوس مش رحت حكيت عنه، رحت عالجته، يعني رحت عملت دوله مطرح الدوله عالجت موضوع الاسبستوس موجود بكرم الزيتون. اوكي خليني بسرعه هيك، زياد ابي شاكر هو اللي بيقعد بيسكر كل الرجارات المفتوحه، كل اخطيه المجارير المفتوحه بالطرقات. هيدا ذا رجل واحد، ما عنا بلدية، عنا رجل واحد بيقعد وصار مسكر أكثر من 500 رجال مسروق، والحرامي مغطى من سلطة ما، لأن ما حدا في يسرق أغطية مجرير من كل البلد، ما حدا يعرف فيه. الحرامي المغطى قاعد ببيته مرتاح ما حدا تحاسب. هيدي يعني خطر على السلامة العامة اللي كانوا عم يقعوا فيها الناس والسيارات ويكسروا أجرهم، وشفت شو صار. هولي كلهم زيادة أبي شكر نزل على الأرض عم يسكرون. نحنا مننظف من المزبلة من الفروز منعمل كومبوست. شو بدي خبرك بكرة حتجي تشوفي كيف عملنا بروجي بيلوت لنقلهم للبنانية فينا نعمل شيء غير المزبلة، ومش قدرنا المزبلة. هول أحزاب المزبلة ما بيعطوا غير هالنتيجة، بينما نحنا ناس مش بس منقول بدنا نعمل هيك أو مننظر أو منعطي أو منقول شعارات، منروح مننفذ مطرح ما فينا ننفذ. قدمت قوانين العلاقة بالكرنسي بورد بالاقتصاد. عن جد عم بتذكرني كتير بسرعة، بس تقولي شو عملت لبيروت؟ بفتخر وقفت تبليط البحر ببيروت. هيدا موضوع بفتخر وقفته. كانوا رايحين تصوري نحنا من 10 سنين عملنا كورنيش رائع ب$10 مليون، كانوا رايحين يبلطوا البحر شيرلي تحت الكورنيش. قال هيدا الناقص لبيروت. وقت عملنا مؤتمر نحكي ليه ما بدنا اياه، سالنا البلديه قلنا له شو رح تعملوا بمجرور عند المريسي؟ قال لا المجرور ما خصنا نحن، هذا مش المئة والاعمار، بدك فوق المجرور بدهم يبلطوا البحر يتركوا المجرور يتركوا المزبله. غير انه ما حفت لك بتفاصيل قد ايه المشروع سيء بيئيا وما له عازه حتى سياحيا وغير. اوكي فتحنا الكورنيش النهري البحري تاني ميلة لبيروت. سألتيني سؤال كتير ما بيخلص ما بيخلص. طيب شو بدك تقولي لهم آخر شيء لأهل بيروت؟ بس خلي يقول ألخ 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 بعد في كتير عملنا هيك. أوكي شو بدك تقولي لهم لأهل بيروت؟ صلحنا 400 بيت بعد الانفجار. نحن جمعية ما بتاخد مصاري، بتاخد إن كان دونيشن. ساعدونا النقابة تنتفض، مهندسين 12 محل. لازم تعملي بس حلقة شو عملنا. خلص هلا بشغل وحدة تانية. بس هلا شو بدك تقولي لهم لأهل بيروت آخر شيء؟ بدي أقول لهم قبل الانتخابات بنكفي معكم مثل ما كنا 4 سنين بالشارع، شفتونا شفتوا شغلنا بالتفاصيل قد ما بنقدر. بالآخر
نحن يعني فريق كمان على قدنا، بس جربنا نفرجيهم انه مش قدرنا الفشل أبداً. قبل ما نختم بعد عندي سؤال، حملوني الارمن مزبوط انك خلقتي شرخ عند الارمن اللبنانيين؟ الارمن حملوك انه انا خلقت؟ كيف خلقت؟ في ناس قالوا لي بولا عم تخلق شرخ بين الارمن، عم بتنقي، صارت هي مرشحين وعم تقسم الارمن. خليني اقول لك شغله، لبنانيين موحدين حول مصالحهم لازم يكونوا. مين اللي كان عم بقول هيك؟ هيدي الاحزاب ان كانت بمحل اسمها تشناك، ومحل اسمها حزب الله، ومحل اسمها تيار وطني حر، ومحل اسمها اشتراك، هيدي الاحزاب كلها مثل بعضها بتخبر الناس. شو بتعرفي انه الارمن الطائفة الوحيدة اللي بتتراجع كل اربع سنين على لوائح الشطب الوحيدة؟ بليز هلا تراجعت اكثر. بدي اتمنى عليك تنزلي تشوفي شو عملوا تشناك ببرج حموت، حولوها الى مزبلة للاسف، وبدهم يستمروا بالسرقة وبالنهب وما يعطوا شيء للعالم. لا الارمن هلا انا عم تتهميهم بالمباشر، بس تشناك حزب عريق يعني وعندهم تاريخ تشناك حزب بيي. انا عم بتهم الحراميه اللي استولوا على الحزب اليوم. التشناك حملوه الارمن بالمجازر وجابوه لهون، هيدا حزب كان يعني يجمع كتار من الارمن والهنشاك كمان، هيدا احزاب ناضلت تحولت الان. بس اليوم هن بيمثلوا الاكثريه الارمنيه وهن بينقوا الوزراء بالحكومات صحيح، ولكن نتيجه لذلك على الأرمني أن يحاسب مثل ما على اللبناني شو ما كانت أصوله يحاسب كل واحد وصله إلى هون. فأنتوا بتقدروا على حزبكم لأنه فرزوكم هيك بتقسيماتهم الانتخابية، تكل واحد يخبركم أنه هو مخصص وهو المنيح وهو المضحي، والمشكلة البلد ما بيسوى من وراء الآخر. مين البديل عنه عندكم بالمتن؟ مين خلفائكم؟ عجل مين ما كان اليوم، مين ما كان افضل من اللي صفنا ادائه ب 50 سنه او ب 100 سنه او ب 40 سنه او 15 سنه قد ما بدي. ما في حدا من هالاحزاب الا ما عنده 15 سنه تجربه بالفشل الزريع، فما عليه يسمحوا لنا. ما حدا يسال مين البديل، في كثير بدائل هيدا البلد، في ناس ناجحه بتعرف تشتغل، ما في اكثر منه. رح نشوف بنتيجه الانتخابات. شكرا لك بولا يعقوبيان. ثانك يو، كلك سو، شكرا.